بينيات لأحمد مقطوعة خطرة جدا على المرمى لتيفو التعاوني لو مجد أحمد يحصل الكرة يمررها محاولة تسديدة من بعيد ويتعادل التعاون بهدف التعادل بعد بعد متواصل. إذا النتيجة هي التعادل بهدف لهدف في مرمى الاتفاق. يتعادل التعاون بعد تبديلات الحقيقة كانت جيدة من مدرب التعاون وبالتالي هدف لهدف. شوف تأثير الأهداف على الحضور على مسؤولي الفريقين على محبي الفريقين لها تأثيرها الحلو. إذا البديل أحمد الحربي يعدل النتيجة في مرمى الفريق التعاوني. حلوة الكرة لما تصدم بالأرضية يستفيد منها المهاجم وتزعج أيضا حارس المرمى. شوف صعبة على فايز السبيعي وبالتالي اتجهت إلى داخل المرمى معلنة عن هدف التعادل. أستطيع أن أقول بأن هدف